عبر الهاتف ينضم إلينا الآن المحامي وقريب عائلة القتيل الأستاذ عماد الحج. أهلا بك سيد عماد. في البداية ما مدى صدق الروايات المتناقلة حتى الآن إعلاميا وشرطيا، وما هي روايتكم أيضا حول الحادث؟ في الواقع المصاب جلل والحادث أليم، ونحن حتى الآن لم نستوفي عملية دفن فقيدنا، فنحن بانتظار وصول سيارة الإسعاف التي تقله من مشفى أبو كبير حيث تم تشريح الجثة إلى مثواه الأخير في مقبرة جديد المكان. وبالنسبة للروايات اللي عم نسمعها من قبل الشرطة أو من قبل وسائل الإعلام، فهي روايات أنا يعني ما بقدر أعطي لها مصداقية، لأنه لحد الآن إحنا ما بعدنا ما بنعرفش ولا أي تفصيل من طرف الجهة اللي عم بتبث هاي ال ال الوثائق أو أشرطة الفيديو أو التصريحات. الشرطة حتى الآن لم تقم بالتواصل معنا وإطلاعنا على تفاصيل الحادث اللي صار، مهما كانت أسبابه، مهما كانت مسبباته، مهما كان مدى ضلوع المرحوم بهذا الحدث، ولكن المفروض إحنا كأهل كعيلي نستوفي من قبل الشرطة المعلومات الكافية مشان نعرف كيف إحنا نتخذ إجراءاتنا مستقبليا. نعم، على الأقل من المعلومات الأولية الواردة وأيضا من خلال التوثيقات المصورة التي يتم نشرها في جميع وسائل الإعلام المحلية والتي أيضا ظهرت في تقريرنا قبل لحظات، هل باعتقادكم أن هذا الحادث كان من الممكن أن ينتهي دون مقتل محمد أم ماذا؟ هل هناك كانت إمكانية ربما لتجنب عملية القتل وإنهاء حادثة العنف التي تمت؟ بداية باسم العائلة نحن ننبذ العنف بكل أشكاله. ثانيا التوثيقات التي تم بثها لا دليل فيها ولا مؤشر لتبادل إطلاق نار بين الشرطة وبين الشابين اللي كانوا في موقع الحدث، فكان ممكن بالتأكيد تفادي إطلاق النار بشكل مباشر على القسم العلوي من جسد المرحوم، والشاب الآخر اللي كان معه أصيب في رجليه، فكان من الممكن ومن الطبيعي أن يتم تفادي قتله، حتى وإن كانت الشرطة تتهمه بتنفيذ عملية إلقاء قنبلة أو بارتكاب جرم أيا كان. لا مكان لقتل إنسان حتى وإذا ارتكب جرما معينا، فمن المفروض أنه الشرطة هي التي يجب أن تحافظ على سلامة الناس جميعا حتى الجاني من بينهم. وكان في بالإمكان حسب رأيي وحسب ما شفناه لحد إسا تفادي موضوع القتل. كمحامي وقريب لعائلة محمد شعبان الفتى الذي قتل في هذه العملية، هل لك أن تحدثنا ربما من أي خلفية أتى، من أي خلفية عائلة أيضا أتى محمد؟ محمد هو شاب يبلغ من العمر فقط 17 عاما، هو شاب لعائلة كادحة تعمل ليلا نهارا، الأم تعمل والأب يعمل والأخ الثاني أحمد يعمل، أخواته قسم متزوجات والقسم الآخر في البيت، عائلة تعمل لكسب قوتها وكسب معيشتها بشكل يومي. لم نسمع في العائلة عن انحراف أو عن أي تصرف شاذ لهذا الشاب، بنظرنا كان شابا خلوقا ولم يتصرف بأي تصرف شاذ على طيلة المدة التي عاشها. في الواقع هنا يعني أحب أن أنوه بأنه للأسف الشديد يتم استعمال هذه الشباب الصغيرة السن بشكل غير لائق، غير مرغوب فيه، مخزي من قبل عوامل إجرامية ثانية
اللي هي عمليا الرأس المدبر والرأس اللي بيحرك هاي الشباب الصغيرة السن التي لا تدرك حتى الآن ما مدى خطورة الأعمال التي تقوم بها. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عماد الحاج، محامي عائلة القتيل وقريب العائلة كذلك.